سلام خوتي قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة باش هكا توصلوا بأبرز أخبار الساحة الوطنية والدولية في صفعة جديدة أخرى تطلقها الدبلوماسية الجزائرية كذب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن ما ورد على لسان نظيره الجزائري بقادومة المسؤول الامريكي رد على نظيره الجزائري بسرعه عقب نشر هذا الاخير لتغريده قال فيها ان المحادثات الهاتفيه بينهما حول الصحراء وملفات اخرى بينما لم يذكر الوزير الامريكي الصحراء بصفه نهائيه وصحح المسؤول الامريكي مغالطه الوزير الجزائري الذي يبدو انه اصيب بعدوى المرض النفسي تجاه المغرب وكان المسؤول الجزائري قد نشر تغريدة على تويتر ذكر فيها أكاذيب تطرقه لقضية الصحراء بينما لم تكن في صلب المحادثات الثنائية مع بلينكين جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت اعترافها بمغربية الصحراء معلنة قرب إحداث قنصلية عامة بمدينة الداخلة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء